بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدي قناة تلميذ المتميز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذا الفيديو الجديد إذا كما تشاهدون بشرى لمتابعي قناة تلميذ المتميز بحيث سوف أكون بحول الله من بين الأساتذة المشاركين في هذه المبادرة التي شعارها يوم مع أستاذي هذه المبادرة الطيبة ستنظم من قبل مكتبة منشورة كليك المتواجدة بالمحمدية بحيث سوف يكون هناك مجموعة من الأساتذة من أجل أن نلتقي بكم من جديد فبعدما أن تشرفت بلقائكم في المرة الماضية أتشرف للمرة الثانية بلقائكم وكما تشاهدون سأكون رفقة مجموعة من الأساتذة أساتذة في الطور الابتدائي وأيضا هناك أساتذة في الطور المتوسط لذا أدعو جميع مشتركي قناة التلميذ المتميز الذين حضروا من قبل والذين لم يسعفهم الحظ أن يأتوا يوم السبت المقبل الموافق للعاشر من جويلية 2021 وذلك في مكتبة منشورة كليك المتواجدة بالمحمدية وعنوانها بالضبط متواجدة هذه المكتبة بالقرب من المركز التجاري لبرانتون لذلك إن شاء الله سوف تجدون هذه المكتبة بكل سهولة لذا وبحول الله سيكون هذا اللقاء فرصه لنا من اجل التعارف اكثر وان شاء الله سوف اقدم شهادات تقديريه للتلاميذ الذين سوف ياتون الي عرفانا للمجهودات التي بذلوها خلال هذه السنه ولهذا أدعو جميع مشتركي قناة التلميذ المتميز بالمجيء بقوة، فكما تلاحظون هذه المرة الموعد نظمناه يوم السبت من أجل إعطاء الفرص للجميع خاصة العمال منكم، فأهلا وسهلا بكم من جديد، أعد لكم التاريخ وهو يوم السبت المقبل 10 جويليا من 2021 وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف مساء. ان شاء الله سوف اكون بهذه المكتبة وسوف اتشرف بلقائكم وايضا سوف نأخذ ان شاء الله صورا تذكارية بحول الله والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته